مش بالسياحة فقط، السياحة هو وسيلة إنك تتمنى المال تكون هو واحد الفنان شكرا لأنك معنا حسينة فيدي سيدنا بارك الله فيك شيخ دير متعتنا نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم سيدي هادي تحياتي خاصة نختموها بآية كريمة. هذه كملنا ديك أعطيني الآية صح بزاف ثاني طويل شوية نطيرك منه شوية وجاني بارك الله فيك نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في المشروع الأخر أي مشروع تفاهم إحنا رانا هناك بلاطو وكأساتذة راهم معاك وندعموك ونحاولوا أننا نساهموا له بقريب في المشروع. أنسة حفاف منير الكوميتي الكاس بس الكلام كان مهم جدا دكاترة بروفيسور فهيدا شكرا تشرفنا معتيني اليوم بس هنا عليه السلام عليكم ليكيب شاء تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عند لابا اليوم لينا صوروا في مون بليزون الفوق في فيلا تاع البليزون الفوق نعبدوا على نجد الرحمن نجد الرحمة تاع السنك كيما تخربط بينه وبين تاع البلاد نجد الرحمة نادي وجهة كورنيش ونروحوا كي عادة مع العمل كل مرة من يدينا كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماغ نيوز ماغ نيوز المجلة الإخبارية المجلة الإخبارية فضاء إخباري لإذاعة عنابة ماغ نيوز سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع رياضة وفن أخرى لأهم الأحداث المحلية الوطنية والدولية المجلة الإخبارية ماغ نيوز إعداد وتقديم محمد الصغير زعيم بمشاركة خبراء ومحللين مختصين كل ثلاثاء بدءا من الثالثة مساء لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة إعلانات إشهارات رعاية البرامج والإشهار الرقمي معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتوجات الأفكار والخدمات سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية ثلاث قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية فعالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرن راديو على أبل ستور وجوجل بلاي الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية سرعة انتشار وفعالية بكل مهنية وعلى المنصات الرقمية تتابعون بعد لحظات النشرة الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة فضيلة خلاص في عناوينها وزير النقل يشرف على تشغيل تجريبي لترامواي مستغنم ويشدد على ضرورة وضع حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية ولاية الصيف تستفيد من مشروع لإنجاز 5000 وحدة سكنية سيتم توزيعها في أقرب الأجال وتسليم مفاتيح 614 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية الصعيدة ميل بوليدا تكرم الفائزين المتوجين بالميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وتأكيد على دعم ومرافقة المتوجين في مسارهم الرياضي
طيبة لكم جميعا مستمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل الجريدة الجهوية. خلال زيارة عمل وتفقد قادته اليوم إلى ولاية مستغانة، مقام وزير النقل عبد الله منجي بمعاينة عديد المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في الحركية الاقتصادية بالولاية. كما أشرف وزير النقل أيضا على تشغيل تجريبي لترموي مستغانة، حيث أكد على وضع حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. حبيب فضة والتفاصيل. أشرف وزير النقل عبد الله منجي اليوم على تشغيل غير تجاري لمشروع ترامواي مستغني، مؤكدا العمل على استغلال ترامواي لفائدة مواطني الولاية قبل نهاية السنة الحالية. نعمل إن شاء الله على بعث المشروع قبل نهاية السنة. كان عندنا مشكل مالي مع قرض أجنبي، بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية واللي تكفل السيد الوزير الأول وتجسيدها عن طريق منحنا تأهيلات مالية لأجل تكفل بعض الديون. اليوم نوجه نداء للمتعب الأجنبي باش يلتزم انه يلتحق بنا الى الاشغال. وفيما يتعلق بمشاريع السكه الحديديه للخطوط الرابطه مستغني بالولايات المجاوره، اكد وزير النقل العمل على رفع التجميد عن هذه المشاريع. انجاز المشاريع المهيكله في اطار السكك الحديديه اصبح من الاولويات. بالنسبه للخط مستغانا في ميزان مستغانا نمشي اننا ان شاء الله نجسده وفقا للامكانيات الماليه للدوله، ولكن لازم تكون عندنا بطاقه تقنيه فيها معلومات مؤكده. وزير النقل زار المحطة البحرية بميناء مستغانم ومشروع مطار الولاية، وأكد أن شركات القطاع استعادت نشاطها بنسبة 56% بعد توقف سنة الجامعة وتعكف حاليا على تحسين خدماتها ومراعاة أسعارها التنفسية. من مستغانم سلكم حبيب فضة إلى القناة الأولى. نبقى دائما مع الشق الاقتصادي، حيث يسعى مستثمرو ولاية أم البواقي إلى المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير النسيج الاقتصادي والتوجه أيضا إلى تصدير المواد المحلية الصنع إلى الخارج. تقرير نجمة دكدوك من إذاعة الجزائر بأم البواقي. مجموعة بروليكون في إنتاج المواد الاستهلاكية بعين مليلة تمتلك 5 وحدات لإنتاج المواد الدسمة ومشتقاتها وإنتاج مواد التنظيف والبلاستيك وغيرها. وسام سعودي المدير التجاري والتسويقي لمجموعة بروليكون بعين مليلة. هو من توجه واسع للاستهلاك فيما يخص المواد الدسمة ومشتقاتها. مؤخرا نحن في اتجاه أن نستهدف زبائن اقتصاديين بتوفير مواد أولية لمصانع بسكويت، مواد غذائية، الأجبان، مساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني بالدرجة الأولى. ممكن أن منتوجنا من خلال 5 وحدات يتراوح ما بين 15-20% على المستوى الوطني. مجموعة بروليبوس تجلد إمكاناتها التصنيعية ضمن برنامج إنتاجي اعتيادي لتلبية احتياجات السوق بكميات كبيرة في ظل التذبذب المسجل مؤخرا وزيادة الطلب بصفة غير مسبوقة. والله نحن نضم صوتنا حتى للتصريحات الرسمية التي تنفي وجود ندرة إمكانياتنا التصنيعية متوفرة وموجودة من أجل تقديم أكبر كمية وأحسن جودة متوفرة للمواطنين. أكدكم أن إنتاجنا مستقر ثابت بكمية متوفرة لكل الزبائن، إضافة إلى دعمها لاستقرار السوق الوطني والمحلية والموازنة بين العرض والطلب. فإن المجموعة تطمح لدخول أسواق خارجية مغربية وإفريقية. نجمة دكدوك رسلتكم من إذاعة أم البواقي للقناة الأولى. إلى قطاع السكن، ينتظر بولاية سطيف استلام حصة معتبرة من السكنات، حيث استفادت الحظيرة السكنية من مشروع لإنجاز حوالي 5,000 وحدة سكنية في الصيغة العمومية الإيجارية، تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 90%. المتابعة لزهراء مرابط. تشهد الحظيرة السكنية بولاية سطيف إنجاز ما يقارب 5,000 سكن عمومي إيجارية، حيث تبلغ نسبة الأشغال 90%، ليتم توزيعها على مستحقيها في المستقبل القريب. فارس كداد ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف. في حصة تقارب 5,000 وحدة سكنية براهن منتظرة في مرحلة التوزيع بعد انتهاء الأشغال. مشروعها منقسم طرف المؤسسات كثيرة، منها مؤسسة الديوان للديوانية راهو جاهز أو تقريبا مخلص المشروع. شركة كاملة براهنها بعد ربط بالكهرباء والغاز والمياه راه يطور الانجاز حتى انجاز الطرقات 5,000 وحدة سكنية حبسة والولاية. كبرنامج اجتماعي ايجابي. حصة بلدية تصديف تبلغ 1,000 وحدة
سكنية في النمط العمومي الإيجارية. يضيف فارس كداد. اختصاص صديق برمزات وألف وحدة سكنية راهي واجدة تقريبا بواحد 90%. جزاء الخير إن شاء الله وربي يكونوا فيها برامج أخرى. هذا وقد عرفت الاحتفالات بستينية الاستقلال توزيع أزيد من 5000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ على مستحقيها عبر بلدية الولاية. من إذاعة الجزائر المصطيف راسلتكم زهرة منبضة. وبولاية الصعيد تم اليوم تسليم مفاتيح 614 مسكنا عموميا إيجاريا بمدينة الصعيد في إطار الاحتفالات المخالدة لستينية الاستقلال. وقد تم الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من هذه السكنات شهر أفريل الماضي من طرف مصالح دائرة الصعيد قبل أن تتبع بعملية دراسة ليبطون. كما تم اليوم بولاية المدية أيضا إعادة إسكان 92 عائلة كانت تقطن ببنايات هشة في بلدية البرواقية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. العملية هي الثالثة من نوعها ببلدية البرواقية منذ بداية العام الجاري، حيث استفادت العائلات من شقق جديدة بحي 150 مسكن بذات البلدية. في ناحية تتواصل بولاية تسمسيل عملية جني المحاصيل من الحبوب، حيث يستبشر الفلاحون بمنتوج وافر من مختلف أصناف الحبوب وبالتالي تحقيق اكتفاء وطني من هذه الأصناف. في الموضوع أرسلنا عبد الرحمن مشروب. يواصل منتجو الحبوب في تسمسيل عملية الحصاد والدرس، حيث أبدى الفلاحون ارتياحهم لسير عملية جني المحاصيل من الحبوب التي من المتوقع أن تسجل فيها الولاية مستويات مرتفعة في الإنتاج هذا الموسم. كان إنتاج وفير في هذه السنة، فقط يبقى تحسيس للفلاحين أنهم المنتوج تاعهم يوجه إلى تعاونية الحبوب. الحمد لله السنة إن شاء الله يكون الإنتاج وفير. الحمد لله بفضل ربي سبحانه والأمطار الأخيرة موسم كان مليح ويكون الإنتاج من 25-26 قطعة في الهكتار. مديرة المصالح الفلاحية بيتي سمسيل تمونيرا بن معروفة أكدت أن الإنتاج هذا الموسم من مختلف أصناف الحبوب سيشهد وفرة تسهم لا محالة في دعم الأمن الغذائي. هذا يعني بمشاركة ووعي جميع قشر الإدارة والقطاعات. إحنا إن شاء الله نقولوا في ولاية سمسيل راه كاين تنسيق محكم وخطط مسبقة وإن شاء الله تكون ناجحة كما الموسم اللي فات. وإحنا إن شاء الله رانا نستبشروا خيرها في الفلاحين، يعني راه التحقيقات في الميدان حوالي 70% وتدخل إن شاء الله للسيسيالات وتكون بون ريكولت. حصاد هذا الموسم سخر له ما يفوق 3000 آلية إلى جانب إمكانات بشرية هامة من أجل إنجاحه. من إذاعة الجزائر من تسمسيل راسلكم عبد الرحمن مشروب للقناة الأولى. في الخبر الرياضي، قام والي البليدة كمالا ويسر اليوم بتكريم عدد من الرياضيين الفائزين في الألعاب المتوسطية التي احتضنتها ولاية وهران في الفترة من 26 جوان إلى 6 جويلية، حيث كانت المناسبة فرصة لتأكيد الدعم لهؤلاء الرياضيين لمواصلة التألق في المحافل الدولية. فلنرى. حظي اليوم الرياضيون الفائزون في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتكريم خاص من قبل والي البليدة كمال ويسر، ويتعلق الأمر برميساء بعلان المتحصلة على الميدالية الذهبية في اختصاص الملاكمة، وفاطمة الزهراء عبد القادر هجالة المتحصلة على الميدالية البرونزية في رياضة الملاكمة، والمتحصلة على الميدالية الفضية في اختصاص جيدو صفيان بالرقاع محمد. هؤلاء المكرمون الذين رفعوا الراية الجزائرية عالية اعتبروا التكريم حافزا لهم لتقديم الأفضل. التكريم كان لي طرف الوالي، شكرا بزاف على هذا التكريم تاعو الحار وهذا الاستقبال اللي خلانا نخرجوا من عنده فرحانين، نخرجوا بعزيمة وقوة وإرادة جديدة. يعطيه الصحة وإن شاء الله احنا ثاني نكونوا قد الثقة. نشكركم ونشكر الولاية وفوق ربي يحفظكم. أنا فرحانة بهذا التكريم وشفتوا الوعود اللي منهم لنا حفزونا بزاف. والي البلدة كمال ويسر وخلال حفل التكريم أكد الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لكافة الرياضيين. شافينا باش نستقبلوا هاد البطلات والبطل ويتألقوا على مستوى المحيط المتوسطي، وهي مناسبة كذلك لتدعيمهم وتجديد العهد معهم على أننا نستمر في دعمهم لمزيد من النجاحات. ولأن نجاح الرياضيين مرهون بجهد المدربين، فقد أثنى والي البلدة على جهد المدربين الذين رافقوا الداعمين الألعاب المتوسطة. يعني بوليدا راسلتكم سنة.
هذا الخبر نطوي أوراق الجريدة الجوية التي أخرجت عاتق بسباس وتابعتم فيها. وزير النقل يشرف على التشغيل التجريبي للترامواي مستغانم ويشدد على ضرورة وضع حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. ولاية الصيف تستفيد من مشروع لإنجاز 5000 وحدة سكنية سيتم توزيعها في أقرب الأجال، وتسليم مفاتيح 614 مسكنا عموميا لبلدية الصعيدة. بالبريدة تكريم الفائزين المتواجدين بالميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، وتأكيد على دعم ومرافقة المتواجدين في مسارهم الرياضي. إلى اللقاء. ليكيب جبنا المكتوب هنا من سنتر السنتي مسجد العالمية، عندي وجهة سنتر فين زعما نشوف مرة أخرى. أبدعت الجزائر وقدمت واحدة من أجمل دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكما شفنا أيضا التنظيم كان محكم وعرفت أكبر إقبال جماهيري في تاريخ الألعاب منذ حفل الافتتاح إلى الاختتام أيضا، يعني كانت جماهير الباهية وهران رائعة طيلة أيام البطولة بحضورها القياسي وتجاوبها الإيجابي وأيضا تشجيعها الخرافي للجهد والتميز والتألق مهما كانت جنسيته. بالمناسبة أيضا اليوم أنا مستضيفين ياسين بادا الشاب العنابي اللي ترك بصمته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. عليكم مبروك، مرحبا بك. السلام عليكم، مساء الخير عليك محمد، مساء الخير على كل مستمعي إذاعة عنابة، شكرا جزيلا على حسن الاستضافة وعيد مبارك إلى كل مستمعي إذاعة عنابة. مرحبا بك، مرحبا بك. يعني الحديث اليوم راح يكون على اللمسة الشبابية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والسياحة الداخلية هنا في الجزائر. كيفاش الشباب أعطوا لمسة إبداعية لهم خلال الدورة كاملة؟ بالطبع بخصوص ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومشاركة الشباب في هذه التظاهرة، النظماء الدولية والعرس الدولي الذي احتضنته الجزائر لطبعا 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، كانت مشاركة الشباب بنسبة كبيرة في عدة مجالات، لأنه كان هناك ربما نقوله بالتفعيل لأول مرة تكوين متطوعين أعوان الملاعب حوالي 580 متطوع ملعب، وهذه المشاركة اللي كانت من خلال التربص، إضافة أيضا من كل ولاية كانوا 10 ممثلين لهذه ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأيضا من جميع الولايات. نعم، من جميع الولايات، الشرق الغرب الشمال الجنوب، وأيضا كذلك متطوعين آخرين اللي كان عندهم مشاركات مختلفة من ناحية الاتصال، من ناحية ربما نقولوا الريزو انفورماتيك وغير ذلك، من ناحية المترجمين، كلها كانت مشاركة، يعني كلهم في مجاله في اختصاص مجاله واختصاصه. نعم، كانت مشاركة فعالة. نعم، والتكوين كان يعني ربما كان قبل أشهر عديدة لكي يكون تكوين محكم متربص محكم على جميع الأصابع. بالطبع بخصوص تكوين متطوعين أو الملاعب، كان تربص منذ بداية في شهر ديسمبر 2021، كان تربص الأول والثاني دوما هنا في ولاية عنابة، يعني كان تجمع من ناحية الشرق عنابة سطي عنابة قلماس كيدا طارف وسوق عراس، وأيضا ربما في كل مجال من القطر الجزائري كان هناك مجموعة من النخبة اللي شاركت وساهمت في هذا المجال. بالطبع. نعم، يعني نجاح الدورة لم يكن من فراغ، كان هناك تحضيرات، كان هناك يعني جدية في العمل، ولهذا مستمعينا الكرام اليوم راح نشوفوا عينات من الشباب، منهم ياسين دادا، أيضا راح نشوفوا عبد الرحمن اللي كان عنده لمسة، كل من عماد منصور ومحمد لمين العريدي اللي شارك معك أيضا. نعم، تحياتنا لي محمد أمين العريدي من ولاية الطارف، ومن العشرة اللي اختيروا من ولاية الطارف للمشاركة والمساهمة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نعم، مستمعينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم خلال هذه الحصة، راح نقف أيضا على السياحة الداخلية شوية، أهمية السياحة الداخلية بما أن نعم. في فصل الصيفر كفضل عيد فضل عيد سيفر نعم. فضل معه الحمى على ما أظن الإنسان درك يركز شوية على النشاطات السياحية هنا في مدينة عنابة وأيضا في باقي الولايات.
الولايات، كما شفنا ألعاب البحر الأبيض المتوسط كان عندها جانب سياحي مهم، أنه الجزائر بصفة عامة والوهران بصفة خاصة رفعت التحدي صراحة، تم تفاجؤ كبير، ما كناش حاطين بلي الدولة راح تنجح بها بهذا الكم. نعم نعم، بخصوص ترويج السياحة الداخلية، كونه أنه وهران كما قلنا مثلت الجزائر أحسن تمثيل في هذا الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، نشوفه أنه استقطاب كبير من حيث 26 دولة ربما في هذه المشاركة الفعالة والمتميزة اللي كانت من مختلف البلدان. هنا نشوفه بلي أنه ولاية وهران هي ولاية غنية عن التعريف ومعروفة بعدة ثقافات، من ناحية الموروث الثقافي، من ناحية الموروث السياحي اللي تتميز بعدة أماكن سياحية مختلفة ومتنوعة أيضا. ربما كان هناك ترويج للسياحة غير مباشرة، أنه تعرفوا البلدان، ومن ناحية أيضا هما على أضرافير كما نقولوا إحنا لريزو سوسيو، ونساهموا أنهم باش يعرفوا على ولاية وهران وعلى الجزائر بصفة خاصة من خلال الأماكن السياحية اللي زاروها. نعم، يعني الترويج كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. قبلا ويعني على مستوى الميدان يعني. نعم. في الدورة يعني الحمد لله الشباب عطوا أجمل صورة للجزائر. نعم. وهو كذلك إن شاء الله الجزائر دائما في أعلى المراتب يا رب. حابين نعرفوا شوية الدور تاع ياسين وش قدم خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني وش الدور تاعك تحديدا؟ نعم. بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط والدور تاعي إكزاكت وش كان، كما كنت نقول سابقا أنه إحنا كان عندنا تكوين كمتطوعين عوان الملاعب، كانت مشاركتنا أنه من ناحية التوجيه ومن ناحية أيضا التعامل مع الجمهور من ناحية المنافسات إلى غير ذلك، لأنه كيفية المشاركة تعنا أنه المتطوعين عوان الملاعب في كل المنافسات الرياضية في بداية الافتتاح لألعاب البحر، كانت المشاركة أنه حضور الجماهير وإرشاد وتوجيه الجماهير حول بالنسبة للمقاعد، أيضا أنه هناك تكون أنسيل دو كومينيكاسيون مع الجمهور باش يحس الجمهور أنه راهو لغة التحاور. نعم. لغة التحاور أيضا، ويحس روحه أنه راهو على مستوى في مثل كما نقولوا التظاهرات الأوروبية بالنسبة للملاعب الأوروبية أيضا، لهنا أنه يكون تفعيل دور أعوان الملاعب في مكانه المحدد كما راهو معروف على المستوى العالمي في هذا المجال تحديدا. نعم، والحمد لله قمت بعمل جبار مشكورين عليه. يعني بالنسبة يعني للناس اللي راهم اللي اختيروا كعشرة من كل ولاية، كل واحد عنده يعني عنده تخصص معين. نعم، بالنسبة لي نحكي كما نقولوا احنا على العشرة اللي من بين ولاية عنبة، نوجه لهم تحية انهم شرفوا ولاية عنبة احسن تمثيل واحسن تشريف في هذا ربما التجربة المتميزة والفريدة من نوعها. هما بالنسبة اللي كانوا معايا في هذه التجربة من جميعهم من المجال الرياضي، يعني اللي راهو مدرب في كرة اليد، من ناحية منهم مدربين في مجال رياضة الألعاب القوى إلى غير ذلك، يعني ربما نقولوا إنهم عندهم صورة وكيفية التعامل في الملاعب الرياضية في المجال، يعني راهم في المجال تحديدا، وكذلك أيضا 580 اللي راهم شاركوا وساهموا كانت عندهم نفس ما كنتش نتوقع المستوى هذا كما يحولوا لك ماما عايتي ضرب عمار اللي هو مدير متحف ليمون على بعد الحديث شويه على السياحه الداخليه وعلى النشاطات الرياضيه المتحف ايضا عماد ماجستيك الحاجه ما بنفع في غشفات شفنا ما شاء الله جاكم موسيقى العالميه ما تعودناش عليها ولكن بلمسه في غش تريز على بالك ما عرفتش في غش صدقيني والله ما عرفت اذا مخضره نسمعها الكلمه دي مش عم بيقولوا لها توين اول مره ماجستيك ماجستيك من بعد ناتيلي واش وش هذا فيراج 13 حانوت مع الفيراج هذا هو الفيراج 13 يعني اه
هذا والله ما نعرف في كل ما تكون هذه ايضا محمد لان العربي تسمية قديمه هذه ولا تسمية جديده عبد الرحمن معنا على المباشره السلام عليكم وعيدك مبارك سلام ورحمه الله عليكم مبارك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وصلت فيا والله على ذلك الحمد لله وعيدك بخير والله الحمد لله والله الحمد لله مستمعينا الكرام وحصريا اذاعه عنا مبارك ان تسمعوا احد بدون مجامله يعني احد افضل الاصوات على في التعليق الصوتي ياسين ياسين ايضا رموا على صوتي ما شاء الله عبد الرحمن كان قام باللمسه الافتتاحيه لفجره الدنيا نشكرك بالمناسبه ونقول لكم رامي الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا رب مرحبا بك عبر امواج اذاعه عنا مباشره يعني اعطينا شويه على العمل هذا كيفاش فاتك ظروف العمل يعني كما نقول الالهام الابداعي كيفاش جاك باش تقدم عمل بذلك المستوى ان شاء الله نتمنى لك مزيدا من النجاحات باذن الله. الحمد لله يعني تواصل معايا في الفيديو يعني البحر عبد المطلب نعم قدمنا يعني الشروط لقناتهم في قناتهم في اليوتيوب اللغه الانجليزيه. نعم. والحمد لله يعني كان جودي تحت الركن من طرف الجزائر لانه يميز الجزائر ويميز السياحه وباحسن صوره نعم. العاب البحر الابيض المتوسط. نعم نعم باحسن صوره وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي بما انه عبد الرحمن صديق ليا يعني شفنا الفيديو والناس كل تفتخر به وهذا ان دل على الشيء فانما يدل على انه العمل نابع من القلب يعني ليس مجرد عمل فقط يعني حاجه كي تخرج من القلب توصل الى القلب عبد الرحمن. صح صح والله جاء كانه نداء الواجب كان من الجزائر وكان يعني لي شرف كبير ان مثل الجزائر في حدث كبير كما العاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله ان شاء الله. مجال الصوت مجال التعليق الصوتي كما تعلم ياسين وعبد الرحمن ما عندوش سن معين يعني الانسان معلق صوتي راح يبقى يستمر ويبقى يخدم طيلة حياته وعلى ما اظن ما نستبقاش الاحداث ان شاء الله مستقبلا بعد سنوات ممكن الجزائر تستضيف كاس العالم يكون ايضا عبد الرحمن هو يكون انا تعلمت الانجليزيه اكثر ولكن نفسك عبد الرحمن ان شاء الله يعني اللمسه الشبابيه في العاب البحر الابيض المتوسط اعطت لمسه خاصه يعني شفنا بين لومبرنت بين البصمه تاع الشباب انه واضحه انه كاين ناس يعني شباب راهي تخدم من القلب لهذا نجحت الدوره بصفه كبيره ما شاء الله. نعم ان شاء الله يعني عبد الرحمن الله يبارك كموهبه صوتيه ماذا بينا ان شاء الله نستضيفك مره اخرى ونحكيو شويه على البدايات ونحكيو ايضا ما نعطيو شويه نصائح نقول لهم ربي يوفقكم ان شاء الله وربي يحفظك عبد الرحمن مزيدا من التوفيق ان شاء الله شرفتينا الله يا ربي شكرا جزيلا شكرا عبد الرحمن
المتوسطية هي نوع من الحاويات الذكية اللي ربما هي تتجاوب معك، وربما راح نشوفوا انه فاطمة تحنى اكثر. عندك نفوتوا الكراج هذا بعد يرانا نحبس هنا حبس الطاكسي بايده هنا هذا احسن تنبيه وشاعل اخويا كنت داير لهيه هذه وشاعل كنت داير لهيه ما لا بيبلكش مع القايله اني شعل وانا ما تكسرش راسي هذا الشيء اللي شفت دعوه الخير بعد الفرح عليه الو انجيكا درك اني في وين ترانسفورماتور لكن سي بون تا سي بون جي كاني جاي كاي صح هنا في المينادية نورمالمون جاتنا ميسيون نطلعوا المون بليزون وين بدينا نصوروا نروحوا للبوني نعم لكن بما انه عماد الحفل الاختتام راهو يعني الناس كلها راهي تتابع فيه ماشي غير الجمعيه يعني ربما راهو متفائل
نقول لازم يكون غير الراي ولا غير القبائلي ولا غير ولا غير، ولكن نشوف باللي كان في الجوق جوستومون كانوا كاينين موسيقيين اوروبيين، كانوا كاينين من فرنسا وكاينين من بلغاريا. وهادو كي كانوا يلعبوا معنا مثلا كيلعب مارونيا تاع اللاوة، هذاك الطابع القبائلي وذاك ذاك شغل الو اهلا نوري، واش راك شويه لاباس اخويا؟ واش راك شويه لاباس؟ مشني على سخراطه يا روح اخي، مش على حاجه يعني محتمه، مش على حاجه ايرجون. مازال ما كان والو. فليت مليعت المحبان كديطال، سبغ نجال تاع عليا مالو مالو، راني هاي مهمي من ترجال فصال، ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو، ما بيا غير خايف، ما بيا غير خايف، نشتاق يالو، ما بيا غير خايف، مشتاق يا مالو، عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين، قولي لي يا غزالي علاش متفارقين؟ الغلطة ماشي ديالي، اجي نفهمو الاتنين، راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين. خليو الماضي يتكلم، تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا، نخليو الماضي يتكلم، تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات، ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات، انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد، بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين، قولي لي يا غزالي علاش متفارقين؟ الغمرة ماشي ديالي هادي نفهمو الاتنين، راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغير.
يزيد. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان، قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان، قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان، كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان. صورت كراس خافي بالي عليك نطرح سؤالي، جاوبي في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين. غرنا ماشي ديالي اجي انت ملكني، راني صادق في قوالي نحبك يا زهو العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك، في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك، في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك، على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي، خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي، جاوبني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين. والله ماشي ديالي اجي انت ملكني، راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عات. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عات. يكيب لي منامي بقد الغالي مشموم الخودات، على سنة سيد الأرسالي زال عائلات. قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي، جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين. غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الكمين، راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيد الغيرة يا زين. مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات، يوفي لي قصدي وينعم على عباد والخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي، جاوبني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين. الغلطة ماشي ديالي اجي نفهم الكمين، راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين. Thank you.
تروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب، تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي، بعون الله العلي عليك نطرح سؤالي. جاوبي منين قولي لي يا غزالي، علاش متفرقين بغلطة ماشي ديالي، اجي نفهموا الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاوي العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين، راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين. موعود ليك في السعادة والخير، واللي بغى قلبك يحضر إليك، انتي ناوية ترميني في بيك، وعلاش بالغدر ماشي حق عليك، وعلاش ناوية ترميني في بير، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. الحب يا الغدارة كيف يدير، العين تنهدى ماشي خسارة فيك، انتي معولة عليا بالتدمير، هكذا الخير يتعود كيف يليك، وعلاش يا النكرة العشرة والخير، علاش دي الغدر وعلاش،
علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك علاش دلغدر ماشي حق عليك حتى تضايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات الحيلات حيلات زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات حتى تضيعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات الحيلات حيلات زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر وعلاش علاش دلغدر ماشي حق عليك 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 الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني مالو لساني إلي إلي حبيبي ديالي فينو الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فينو يا سينيتي كي سناب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي سيني يا سينيتي كي سناب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول نشوى سيدي حبيبي زاني مالو لساني عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو
كل يوم تنلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا انطر جاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم
فنيت من ليعة المحبة نكدي طال فنيت من ليعة المحبة نكدي طال سبغ الجمال تعالي يا مالو راني هاي مهمين وترجع الفخانة ونسال عليه من سباني بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق خيالو ما برالي ما برالي بعد ما رويت وبريت جراحي طالو يا يو حتى يهولوني نعود مصاهر الليالي الليالي جراح الحب والغرام والغيوان شاطنات بالي شاطنات بالي هدو من غير شف زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدرني عمل غني العالي غني العالي سبقي وعدين صرفوني وفامي جاني أدروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالو أدروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سير وخلي وكل حالي سير على لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي في الليالي يتورع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شاكي باكي من هموم قليبي وهواني
متايه طرع عقلو يعود سالي يعود سالي طرى يبقى هميم هايم لا ما يزال غرام مصيبتو مصيبة وصغا يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدان على الحبيب لا بيرتالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو كسرى على نصالو وما قسى علي الهلالي علي الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي ومتالي بعض من الناس كايلومو ويزيدو في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كايقولو هذا عمذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راه تقوى تعلالوا كم من واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكاي خفف دمبي بطوالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي